ليسوا أعدائي وليسوا غريمًا منكم، أصدقاء طرف سياسي المستقبل قد يجمعنا، ليس عندي أكثر في ذلك. سندافع عن وابنا ولن نتنازل عن ذرة رمل في وجهة الآخرين. ثانيًا، أن حزب الأصالة والمعاصرة له حرمته، والبعض بدأ يتحرك تحت الحزام، ونحن خجلون بأن نسير المطورة الأخرى على الساحة السياسية. سيأتي يوما سنفجر كل شيء، ولكننا سنمارس الانتخابات دفاعا عن نوابنا، دفاعا على مواقعنا، ولن نتنازل لأي جهة عن موقعنا أو عن جهتنا أو عن نائبنا. ثم على جميع النواب ومرشحين لي أنا وأنا الذي سأدافع عنه كأمين عام، وأن الحزب لن يتنازل عن أي مرشح، حيث سنكون شرسين لا مع التجمعات الحرب ولا مع العدالة والتنمية ولا مع الأحزاب الأخرى بدون استثناء، لأننا لا نبحث عن الانتصار ولا نبحث عن انتقال الشعب المغربي. أنا عندي الآن تحالف بتدل الأحزاب، عندي استقلال تقدم الاشتراكية إلى ليلة الانتخابات. نهار تبدا الانتخابات غادي نخطي هذاك التحالف، ساعتكم واحد يجري على رزقه هذاك بيناتو راسو، ولكن أنا غادي ناخذ موقف ولا يهمني ماذا سيقول الناس، هل تجي ولا تجي ستجي لنا، هذه هي المنتهى، شنو هي المصلحة ديالنا. أثار صعودكم إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة وطبيعة العلاقة ما بين حزب الأصالة والمعاصرة من جهة وحزب العدالة والتنمية من جهة، هذه مسألة معروفة. السؤال هو أن ربما هذا التقارب من جهتكم إزاء حزب العدالة والتنمية أثار مجموعة من السجالات ومجموعة من النقاشات، وكذلك مجموعة من الرؤى الرافضة لهذا التقارب بين الحزبين. أنتم داخل حزب الأصالة والمعاصرة كيف تدبرون هذا الخلاف من داخل حزب الأصالة والمعاصرة؟ مازال إن صحيح الأخير كيف يقول لك لا سبب القطيعة الحرب، واحد يقول لك لا تفي بهذا الشيء، واحد يقول لك حنا ما نتوقع في هذا الشيء، وأنا كأمين عام سنسمع لهذا الشيء كامل، سنجلس ونسمع، الحكومة اللي نجلس ونسمع. باش نطلع في القضية، القضية ماشي كما كتصوروا الصحفيين وكما كتصوروا العالم أنها قضية علاقة ما لا دليل عليها، علاقة أوسع من ذلك. أنا أؤمن أنني كحزب ومن الخطأ أن أقول ومن الخطأ ولا يهمني من رفع ذلك الشافع ولا أن آتي كحزب محاربة حزب آخر. حزب يجمع كما التوابت، طب ملكي إسلاميين حتى أنا مسلم، أنا شاقوي غير بوحدو، حتى أنا غير حاسبني الله وغادي نموت وغادي نجي سيدنا صلاح يبقى عندي هذا القبر وداك الشيء كامل، علاش غاتعزلوني أنا؟ أنا كنأمن بحقوق قضية الصحراء بحالهم، وكنأمن بالديمقراطية بحالهم، علاش غنحاربوا إذن؟ هما مواطنين المغاربة عندهم بطاقة وطنية، ما حقهم يحكمونا؟ إذا علاش غادي ندير لهم هاد العداوة كلها؟ باش ياش؟ باش بعض الأحزاب أخرى تستافد وتطلع للحكومة؟ أو باش نحيدهم من الساحة؟ ما عنديش الحق نحيدهم من الساحة، هذا حقوقهم الوطنية ومكفولة لهم دستوريا. إذا بغيت ندير الديمقراطية خصني نقبل الآخر، ولا عطاتني الدستور كتبدع به يتبدع به أول نقبل بشيء آخر، وكل سنصر إلى بدل حداتي وديمقراطي ووطني إلى آخره، سيبو الدور ديالي هو نشوف واش الآخرين كيتبدعوا بحقوقهم الدستورية قبل ما نطبقها أيضا. لذلك هذه القضية ديالنا أننا جئنا لمحاربة عدم التنمية خطأ سياسي وتاريخي وتنظيمي وفكري ونظري فظيع من طرف المنصب المعاصر. لا، أولا نحن نعي بشكل عادي الانتخابات، الآن نشتغل في اللجنة الوطنية للانتخابات، هناك لجنة مادية أخرى تشتغل وتهيئ، ونناقش في القيادة السياسية التهيئات للانتخابات المقبلة، فنهيئ بشكل عادي، نهيئ برنامجنا الانتخابي، نهيئ تصوراتنا لكل منطقة على حدة، فلذلك نحن نتعامل بشكل عادي. التجربة ديال جهة طنجة تدعوها الحسين؟ لا، هي تجربة ناجحة، والأخت الرئيسة قادت جهة طنجة بشكل جيد جدا، فيها كثير من المرونة، فيها كثير من الحوار مع الأحزاب، وفيها كثير من المساهمة لجميع الأحزاب في إدارتها، فجميع الأحزاب بنت البناء الحسن في إدارة طنجة، وهذا التوافق لدى الأحزاب داخل جهة طنجة بقيادة السيدة الرئيسة
تجربة جميلة جدا، أتمنى أن تنتشر في المغرب كلها لما فيها مصلحة. أخير نقاش طاري حاليا بطنجة حول جماعة كزنايا، كيف تتابعون الأمر؟ نحن نتبع الأمور شيئا فشيئا، نحاول نصل المعلومات. هذا جهاز رسمي يقوم بوظيفته، لا يمكن أن نتدخل فيه، وننتظر إذا تبينتنا انزلاقة سنتدخل، ولكن لحد الآن الأمور عادية، وأنه السيد إدريسي مناضل للحزب وسيستمر أن يكون مناضلا وليس هناك أي قرار ضده. أنا عندي حلم ترشح في طنجة إذا قبلتوا عليا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.